والجولة الأولى الذي تنطلق فيها هذه الأسماء وهذه الشعارات. الشوط الرابع الذي أعلنت قبل قليل وأعطى إشارة البدي بالانطلاق الخاص بالزمول المهجنات الأصايل بشعارات أبناء القبائل يتقدمهن ويقودهن في هذا المسار. يسيطر على مقدمة الشوط متعب محمد بن سالم بن دري الفلاحي يقود مسار هذا الشوط ويتحدى المنطلقين، بينما يلي في المركز الثاني شاهين وياتي سالم بسيب بن مصبح المسافري على المركز الثاني. المركز الثالث نقل على ثالث المراكز مشاهدينا الأعزاء، شاهين يأتي في المركز الثالث وسعيد بن راشد بن سيف الشعالي يقدم شاهين، بينما المركز الرابع برق يأتي في المركز الرابع وأحمد بن راشد المحرمي الكتبي يتقدم على المركز الرابع، بينما المركز الخامس الطاير يأتي في المركز الخامس وحمدان بن محمد بن خليفة بن قحيد المهيري على خامس المراكز. سادس المراكز يأتي رياض وعمر بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري على المركز السادس، بينما المركز السابع يتدخل في سابع المراكز وياتينا في المتحد لمحمد بن طحنون بن جابر بن جبران المري على المركز السابع، بينما المركز الثامن يتواصل فيه ويتقدم هنا في هذا الانطلاق مروج لأحمد بن سالم بن دري الفلاحي. والمركز التاسع تواجد في هذه اللحظة البترول لأحمد بن راشد بن حمد بن جرش الغفلي. والمركز العاشر هناك عاشر المراكز هذا هو شاهين ومصبح بن سعيد بن سالم الرميثي. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى المتقدمة في أحد أشواطنا، وهو شوط الانتاج في أشواط الانتاج، وهو الشوط الرابع مكمل للجولة الأولى في صباح هذا اليوم. جولة الانتاج الأولى وأربعة الأشواط للانتاج والمنتجين. هذه الفئة الذي حظت كذلك بنصيبها في دعم الرياضة والأصالة والناموس. نسير عودة مرة ثانية بعد أن أكملنا ندانا الأول للعشرة المراكز الأولى في انطلاقة زمول المهجنات الأصايل، والانطلاقة اللي تكون بهدوء في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. عوده إلى مقدمة الشوط، عوده إلى المركز الأول اللي هو متعب على مقدمة الشوط يقود المشاركين ويندفع بالمركز الأول. يقود متعب أحد شبابنا محمد بن سالم بن دري الفلاحي إلى هذا الموقع المرموق إلى المركز الأول، بينما المنافس له واللي بجواره شاهين سالم بسيب بن مصبح المسافري. متعب وشاهين في صراع مرير وقوي على المركز الأول وعلى التنافس في هذا الشوط، بينما المركز الثالث يأتي في شاهين وسعيد بن راشد بن سيف الشعالي على ثالث المراكز. أما المركز الرابع فدخول على المركز الرابع، هذا برق أحمد بن راشد المحرمي الكتبي الذي ينطلق على المركز الرابع في هذه الرباعية الجميلة، المربع الذهبي الذي يحمل هذه الزمول المهجنات الأربع اللي انفردت وانفصلت عن بقية المراكز. أشوف المركز الخامس المتحد يأتي في المركز الخامس، محمد بن طحنون بن جابر بن جبران المري يتقدم على المركز الخامس في هذه اللحظات. سادس المراكز أشوف المركز السادس من على بعد، هذا مروج أحمد بن سالم بن دري الفلاحي يتقدم على سادس المراكز. المركز السابع يتدخل في هذه اللحظات على سابع المراكز البترول، أو تدخل على المركز السابع، هذا وصل رياض لعمر بن سعيد بن عبد الله بن بروك الحميري على المركز السابع. أما ثامن المراكز وصل الطاير لحمدان بن محمد بن خليفة بن قحيد يتقدم على المركز الثامن. وتاسع المراكز
يتواجد في البترول أحمد بن راشد بن حمد بن جرش الغفلي، والمركز العاشر عاشر المراكز هذا شاهين لسالب سيف المصبح المسافري، أو هناك اللي هو مطفي، هذا مطفي لحماد بالصغير بخرايط العامري. هذه العشر المراكز المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحدياته. ندانا الثاني وذاعتنا الثانية للعشرة المراكز الأولى، خلاص انتهت الإذاعة مرتين للعشرة المراكز الأولى المتقدمة. بنعود هناك مع المراكز الأولى، ومن يبقى الإذاعة على الخمس المراكز والست المراكز الأولى يحرك يتقدم هناك على المراكز الأولى. شوف الثلاثية الجميلة، شوف هذه المنظر، شوف الكادر العلوي والكادر شاشة دبي ريسنج السفلي والعلوي، حاضرات مقدمات لمتابعي الشاشة في شاشة التلفزيون في هذا النقل الحي المباشر في ميدان المرموم. عودة إلى المراكز الأولى والتنافس الباين، ولكن الأمور في هدوء. هذا التكتيك من المضمرين، من المضمرين في الستة والثمانية كيلومترات، هذه مسافة طويلة تحتاج إلى تفكير وخطة والتكتيك ومتابعة مثل التضمير. كذلك الأوامر لها دور كبير ورائع وجميل. عودة إلى المركز الأول، عودة إلى شعار بن دري، أيضا شعار يعرف الناموس، يعرف التحديات، يعرف الإنجازات. يا سلام، مسيطر على مقدمة الشوط، وهذا متعب، هذا متعب. محمد بن سالم بن دري الفلاحي وأهالي زاخر، يا أبو حمد أهالي زاخر متابعين لهذا الشعار وأمنياتهم في السلامات في هذا الصباح من ميدان المرموم. ولكن الهجوم من كل صوب، من كل صوب وارد. شاهين سالم بن سيف بن مصبح المسافري على المركز الثاني، يحمل رقم ثمانية من الجانب الآخر، ولكن يتحرك شاهين سعيد بن راشد بن سيف الشعالي على المركز الثالث والمركز الرابع اللي منضم معهم برق لأحمد بن راشد المحرمي الكتبي، يتقدم على المركز هذه الأربعة المراكز الأولى. وهذه فيها أخرى كذلك تحمل خمس مراكز، هاي المراكز بتنضم للمراكز الأولى. أشوفهم بدوا يطلعون على الناموس، وهذا أمر مشروع للمشاركة وللتغييرات في أي مكان من الميدان. المركز الخامس بدأ بالاقتراب اللي هو المتحد محمد بن طحنون بن جابر المري، يتقدم في هذه اللحظات، وبن حيد من الجانب الآخر كذلك يحرك ويقرب على المراكز الأولى. الله 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 الله، يا سلام يا سلام، عودة إلى المراكز الأولى، عودة مع الإعلان، غادرناها لوحة 1200. ذكر يا مذكر يا مضمرين يا متابعين، خلاص هذه لوحة الإعلان، لوحة الأوامر، لوحة الأجهزة، لوحة التحرك. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الأول اللي مسيطر على المركز الأول رقم واحد اللي هو شاهين سعيد بن راشد الشعالي. يا الشعالي، أهالي الشمال، أهالي المناطق الشمالية كذلك متابعين، وهل فلي معلق ليتابعون في هذا الانطلاق. ولكن من الجانب الآخر برق لأحمد بن راشد المحرم الكتبي الذي ينطلق، هناك اللي ينطلق بالمركز الأول، اللي ينطلق برق أحمد بن راشد المحرمي، يسيطر على مقدمة الشوط، يقود مسار هذا الشوط وتحدياته. بدأت الزمول، وبدأ هدير الزمول، بدأ هدير الزمول 600 متر الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، عودة إلى المراكز الأولى. لا زال المحرمي مسيطر مع برق أحمد بن راشد المحرمي، يسيطر على مقدمة الشوط. ولكن من الجانب الآخر وصل مطفي، وصل بخرايط، وصل أهالي الهير تقدموا إلى المركز الأول. الله، مطفي حماد بن صغير بخرايط العامري يتقدم على المركز الأول، على الانطلاق الأول. يلا يا الغوشري، حرك 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 الأمتار الأخيرة. يا سلام يا سلام يا سلام، تهانينا مشاهدي العزاء وسلاماتنا الصباحية من المرموم، حظوا بها أهالي الهير في هذا الصباح. تهانينا والناموس لحماد بن صغير بخرايط العامري على هذا الفوز والناموس، ومع انطلاقة مطفي في هذا الشوط المركز الثاني الطاير لحمدان بن محمد بن قحيد، والمركز الثالث
المركز الثالث رقم ثلاثة اللي هو مروج لحمد بن سالم بن دري، وهناك المتحد محمد بن طحنون بن جابر المري، والمركز الخامس هذا برق لأحمد بن راشد المحرمي. هذه النتيجة، هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للمراكز الأولى، وهذا الشوط الذي حمل لنا التنافس حتى الرمق الأخير وتبادل المراكز السريعة. عودة عندك يا أبو عدنان، صباح الخير على هذه المتابعة الدقيقة والتوقيت الزمني والعادة البطية للشوط وتوقيته، وهذا هو اللي انتزع الناموس مطفي في 10 دقائق 11 ثانية وأربع أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكة حماد بن صغير بخرايط العامري، وسلام يا الهير سلام. المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام وصل فيه الطائر، قطع المسافة في 10 دقائق و13 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا مشاهدي العزاء لحمدان بن محمد بن قحيد المهيري، وتقريبا رقم 13 من الجانب الآخر هو الثالث اللي هو المتحد محمد بن طحنون بن جابر الجبران المري، قطع المسافة 10 دقائق و13 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. هكذا أيها الحبل الكريم مشاهدي.